حقيقة هبت بغداد تقريبا منطقة الرصافة اللي قريبة من وزارة الدفاع، هي هذه اللي هبت في الطلائع الأولى للانقلاب، تصدت للانقلابيين. يعني أتذكر أنه نزلوا من مدينة الثورة بأسلحة ومعدات بدائية، منجل، درنفيس، خنجر، مسدس عتيق، وتصدوا إلى دبابة يقودها الحديثي. الحديثي كان هذا أحد كبار ضباط الانقلاب، كتيبة الدبابات الرابعة. هذا الحديثي كان راكب الدبابة، قال للجنود ترى ذولا المتظاهرين الجايين ذولا من مدينة الثورة ويحبون عبد الكريم قاسم، طلعوا صورة الزعيم خليها على الدبابة نتشفى شرهم. خلوا صورة الزعيم على الدبابة، التفوا على الدبابة يصفقون للضابط أنور الحديثي، أنور عبد القادر الحديثي. أنور عبد القادر، أها. أنور عبد القادر الحديثي قال لهم فد واحد كلش متحمس من المتظاهرين، عاش الزعيم عبد الكريم، قال له ابني تعال صعد على الدبابة وهتف باسم الزعيم. فشالوا الجنود صعدوه على الدبابة يهتف، حط براسه طلقه وقتله أنور. قال لنزل على أبوك لابو الزعيم. فذولا تفرقوا وعرفوا هاي دبابة انقلابية وليست دبابة الزعيم، وإنما خدعوا مثل رفع المصاحف أيام زمان. صحيح. فهكذا استمروا أهل الثورة في تطويق وزارة الدفاع، تطويق وزارة الدفاع، وخرج لهم عبد الكريم قاسم لما إجا من بيته يلتحق بالدفاع. توقفت السيارة بسبب الزحام، وكان مصفي طاهر قد سبقه إلى ساحة الميدان، فالتقى سعيد مطر ووصفي طاهر وعبد الكريم قاسم وأهالي مدينة الثورة مطوقيهم وفاضل مهداوي. فاضل مهداوي وياهم؟ لا ما فاضل مهداوي، بعد ما جاء يدفون يا زعيم اعطينا سلاح. فوصفي وسعيد مطر قالوا له للزعيم سيدي انطيهم سلاح يدافعون يسقطون النظام. قال لا 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 لا، هاي خمس دقائق ذولا ضباط تافهين صغار انا اقضى عليهم يلا. قال له لا تعاند وصفي طاهر، قال له لا تعاند سيدي ترى مؤامرة كبيرة. قال له روح انت شغلك، ركب السيارة وطب الدفاع. سعيد مطر طب للدفاع ايضا قاتل، وبعدين تنكر الملابس وطلع للشمال. وصفي طاهر لا، الرجل قتل وهو يقاتل. فالجماعة ايضا فرقوهم بالرشاشات، وبالتالي بعد يوم 9 شباط اهل الكريمات وهم شيوعيين استلقوا الجدران والحيطان للبيوت المقابلة للإذاعة، واخذوا يرمون اطلاق الرصاص على الإذاعة. من دخل عبد الكريم قاسم جابوه ساعة 1 الظهر قالوا يخلصوه. نعم، يطلقون الرصاص على الإذاعة في سبيل اطلاق سراحة طلعوه. ايش قالهم احد الضباط وعبد الستار عبد اللطيف، هذا عبد الستار عبد اللطيف قالهم اقترح عليهم قال بابا خلينا نعدمه ونذب جثة وذول يولون يعرفون مات. قالوا فكرة صحيحة، عجابوهم كلهم قعدوهم في هاي الغرفة ونفذوا حكم الإعدام. وطبعا رفض عبد الكريم قاسم وبقية الضباط أن يعصبون عيونهم، وقام فاضل المهداوي هتف قال يحيى الوطن وجلس وفتحت النار عليهم، وأخذوا جثة عبد الكريم خلوها على الدرج مال باب الإذاعة الخارجي اللي يصير قبال الكريمات حتى اللي يطلع شافوه ينظر يشوف، فخف الرصاص وخفه.